الإنسان الآن إذا توفي ولد جاره أو ولد قريبه غير مسلم، مو مسلم، هل له أن يعزيه ولا ما يجوز؟ كافر، ما تولده، تعزيه ولا ما تعزيه؟ تروح له في بيته وتعزيه ولا لا؟ يعزى، يعزى ما في إشكال، لكن لا يدعى له بالرحمة، إنما يقال جبر الله كسرك، أخلف الله عليك بخير منه، يعني بإنسان مسلم مثلا، لكن لا يدعو له بالمغفرة ولا بالرحمة، لأن هذا ممنوع، هذا جاء به الإسلام. جارك مريض تعوده ولا لا؟ ها؟ تعوده مثل ما عاد النبي عليه الصلاة والسلام جاره اليهودي. إذا دعاك إلى وليمة جارك كافر ودعاك إلى وليمة قال لازم تقلط عندي ودي أكرمك، يجوز؟ ها؟ يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم لما أكل من الوليمة التي صنعتها المرأة اليهودية وضعت السم، كان في استجابة لدعوتها، واضح الآن؟ المقصود هناك أفراد يا إخوان، قد أحيانا يكفر الناس بهذه الأفراد وليست تولي، هي ليست تولي. أعطيكم مسألة ذكرها الحافظ بن حجر وغيره، لو أن حاكما من حكام المسلمين ورد على بلد كافر فألبسوه شيئا من شعارات أهل الشرك، ألبسه مثلا فلبسه، إن كان لا يعلم هذا أمر واضح، لكن لو علم ولكنه لا يعتقد هذا الاعتقاد أبدا، هو مسلم، ولكن هذه من عوائد الحكام، إذا زارهم إنسان له مقام، مثل الآن لما يزور المملكة أحد وش أعلى وسام؟ سام الملك عبد العزيز رحمه الله، هذا من باب التكريم، فلو وضع عليه شيء وفيه علامة من علامات الكفار هل يكفر؟ يرتد؟ يرتد ولا ما يرتد؟ لا لا يرتد، حتى لو قلنا أنه معصية لكنه لا يصل إلى حد الردة، واضح؟ وهذه بسطها الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح، يرجع إليها يبحث عنها موجودة، تجد الآن للأسف أن من أراق دماء المسلمين وحتى في بعض البلدان التي فيها الفتن صنف الناس وحكم عليهم بمجرد أنه يقول هذا تولي، والله يقول ومن يتوله منكم فإنه منه. طيب هل هذا تولي؟ لا بد أنك تفقه هذا وهذا. وبعض من يتكلم في هذه الأمور لو يسأل عن بعض المسائل اليسيرة اللي يحفظها يمكن طلاب المتوسط والثانوي ما عرفها، وهو الله يسلمك الآن قائم على التكفير وعلى التنفيذ، هذه مصيبة، هذه أمورك. ولهذا قال الإمام أحمد لئن أخطي فأبقي رجلا كافرا في الإسلام أهون علي من أن أخرج رجلا مسلما من الإسلام، لو أخطيت ولا كفرتك شخص هو فعلا كافر، يقول الإمام أحمد هذا أهون عندي من أن أخرج شخص من الإسلام وهو مسلم، واضح الآن؟ الأمور مسائل تكفير الناس لها ضوابط ولها قواعد ولا يحسنها كل أحد.